مثلا عارفوا جميع عالم الحذاء يستهوي كل النساء، نساء العالم وحتى نساء المغرب كذلك. الحذاء هو موضوع فقره الموضه ديال ليلى حجاوي اليوم. ياك ليلى؟ يا سميرة صباح الخير عليكم مشاهدينا. اذا اليوم غادي نتكلموا على الحذاء، حيت دابا حنا قربنا في فصل الربيع وصيف 2015، غادي نتكلموا على اخر ما جد في عالم الموضه بالنسبه للحذاء. الوغ كنا تنعرفوا بان كانوا لي كلاكات، كانوا تنعرفوهم كنا تنلبسوهم، ومن بعد مشاو هما ولي مول. اذا عقلتوا على لي مول هما دوك اللي بحال الصابو، كاينين اللي محلولين وكاينين اللي بوانتو. فوالا دونك هذاك رجعوا عاوتاني على الموضه، كنلقاو بحال هاد لي كلاكات. الوغ كاينين حتى اون بلاستيك، تلقاو لي كلاكات بالطالون ولا بلا طالون، ولاو بزاف على الموضه لي شوسيغ ولا بلوتو لي صندال سان طالون. اللي بلا طالون هما لي بون السيدات اللي كيفضلوا ما يلبسوش الطالون، هذا هي الفرصه باش يلبسوا. الوغ كاينين لي سبارسيات هما اللي كيكونوا بالطالون ولا بلا لي طالون. لي سبارسيات كاينين بحال دوك اللي كانوا كيلبسوا لي غومام بحال هادي، نقدروا نقولوا باش نقربوا المشاهدين. اللي تيكونوا فوالا سوا لي لانيير سوا لي لاسي اللي تيكونوا دابا ولينا تنلقاهم حتى للركبه. دونك دابا دير لاسي وقاد وعاود قاد. دونك من بعد هادشي كنلقاو لي توندونس هما في لي باسكيت، خرجوا حتى لي باسكيت بالاشكال. الوغ كاينين دابا اللي دارجين على الموضه بزاف هما الابيض، لي باسكيت بلانش كلهم بلانش ما فيهمش لي موتيف ما فيهمش. وكنلقاو عاوتاني لي شوسيغ اللي فيهم بوكو ديال الباتش وورك، لي موتيف الالوان، هادشي كنلقاوهم. تلقاو عاوتاني دي شوسيغ اللي فيهم لو ميغوار، يعني لو طالون كله بالمرايا. بحال ميم بحال دابا اللي لابسه ليليا مولين اللي غنطلبوا منها توريها لنا فوق السيتاسي بوغ اون فوا. هاد لو ستيل اللي لابسه ليليا مولين هو داير بحال ترومبلوي كنقولوا دي شوسيت، بحال السيده لابسه اون بير دو شوسيت وهي اون كوير. الوغ هادو بحال هكا هادو سي جولي. فوالا تادو دارجين على الموضه، كما تنشوفوا لو طالون الي ان بلاستيك ترونسبارون. كاينين عاوتاني حتى دوك لي شوسيغ ديال بحال الرجال لي ماسكولان، كاينين لي ديربي اللي تلقاوهم اتالون تاهما اي سان طالون. غادي هادشي كامل غادي نشاهدو هاد الصباح. الوغ انا نبغي ننصح السيدات اللي كيبغيو يلبسوا لي طالون ولا ما تيبغيوش يلبسوا الطالون، من الاحسن اللي كتبغي ما تلبش بزاف الطالون، ولكن احسن تقاده ديال الطالون هي انتر 3 اي 4 سنتيمات، ما بين 3 حتى 4 سنتيم، حيت ولا بد خصنا نحلاو شي شويه من من من, من الارض. والسيدات اللي كيتمشاو بزاف 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 بحال دابا النهار طول النهار، خصهم ياخذوا واحد من هنا، يعني من هنا تكون لا سوميل عريضه شي شويه. فوالا تكون هنا شويه عريضه من القدام، من هنا غاديه صغيره وهي كتتوسع. الوغ دابا غادي نشاهدوا العرض اللي غادي نشاهدوا، كاينين بزاف ديال الاشكال، ما نقدرش نجيب لكم كل شيء مسوء الحظ، ولكن عندي لكم الوينات، عندي لكم اشكال. دونك كما نشاهدوا الان ريتا، كيما تشوفوا هذوك اللي دابا اللي دارجين على الموضه هما داك السماطي بزاف، السماطي تلقاهم سوا طالعين رجعوا ليهم عاود من داو جديد، فوالا سوا السماطي طالعين سوا السماطي هذا بالالوان واشكال. وغادي نوض باش نوريكم حتى لي الصندال اللي كاينين في الطبله. خرجوا لي بزاف على الموضه هما لي طالون اللي عراض. الوغ هما سي فغي كو لافونتاج ديالهم سي كو مرتاحين، يعني السيده فاش كتكون لابسه ان طالون تتكون مرتاحه، ماشي بحال لي طالون اللي تيكونوا رقاق. الوغ الشيء اللي كيف هضرت لكم قبيله، هضرت لكم على هاد لي مول، هاد لي مول هادو ها هما بحال اللي كنا تنعرفوا لي سابو. شحال من صباط يعني فاش نشوفو ما ملبوش ما تيعطيش، ولكن فاش تنلبسو وغادي نشوفو العرض غادي يبان لكم الفرق. دونك هادو سي لي طوندونس اللي هضرت لكم عليهم قبيله. من بعد داكشي غادي نشاهدو لي طوندونس عاوتاني اللي خارجين، صيحات اللي خارجين بزاف هما هاد لي ارجونتي، تلقاو بالالوان، يعني كنلقاوهم في لي زيسكاربان، تلقاوهم في لي صندال، وهادو سي سابيل دي بلاتفورم، سي دي صندال بلاتفورم، يعني مريحين بعدا هادو مريحين جدا. ما غاديش نقول لكم هادو هما لي كومبونسي، باسكو لي كومبونسي تيكونوا من التحت صغار، وهما غادي الكبار فوالا بحال هادو اللي غنشاهدو هنا مثلا. هنا هادو هما سي دي كومبونسي، هادو كنعرفوهم كاملين، شكرا اميمه. دونك هادو تنعرفوهم كاملين، هادو سي لي كومبونسي، كتكون كيكونوا اغلبيه صوب الفرشي ولا بحال هاد الامباي، وتيكونوا من هنا صغار وباقيين دارجين على الموضه، تيكونوا مريحين بزاف، وتقدروا يلبسوهم مع لي غوب طوال، تقدروا يلبسوهم مع دي غوب، المهم سي دو باس بارتو. الوغ مثلا ها انت الشكل اخر، هادي بلاتفورم لا ولا سي اون بلاتفورم اللي كيف وريتكم قبيله سي ارجونتي، ولاو بزاف دارجين على الموضه لو دوغي اي لارجونتي بحال اللي غادي نشاهدوه حتى هنايا. اذا ما بغاتش السيده كلشي يكون عندها دوغيش، هنا كاين سي دو كوير، وهنايا
دوغي من هنايا تيكون على حسب كل الذوق ديال كل سيده، وتتكون السيده هنا مرتاحه. الوغ السيده اللي عندها لي مولي ولا اللي عندها رجليها منفوخين، من الاحسن ما ننصحهاش تاخذ هادو اللي فيهم لي لانيير بحال هكا، حيت كيزيدوا يغلطوا لها الرجل. والسيده اللي عندها عاوتاني رجلها طوال بحالي 41، من الاحسن ما تلبسش عاوتاني لي سبارسيات ولا هذوك اللي تيكونوا شادين بحال لي طونغ اللي تيكونوا لها من هنا، كيزيدوا يبينوا لها الطول ديال رجليها. دونك نكملوا العرض ديالنا بحال هادو. دابا عاوتاني اللي دارجين عاوتاني الموضه سي دي بلاتفورم ولكن مهرسين. الوغ قبيله كنا تنشوفوا لي بلاتفورم لي اون سول سومال بحال هادي اللي شنا قبيله، هادي كما تنشاهدوا مهرسه، سي ان طالون كي ديفيرون مختلف على داكشي اللي شنا. وتا هما كيف قلت لكم سماطي، دابا كلشي ولا بسماطي. ولو طالون كما تنشوفوا اون بيتون اللي هو عريض وكيخلي السيده تكون مرتاحه حتى في لا ديمارش ديالها. ايوا شنو ظهر لكم في ليليا ليلى هاد لي شوسيغ؟ مازال تبارك الله راك درتي بينا واحد الجوله بعدا، ولكن مازال بغينا مازال غادي تشوفوا. دونك كيف ما كنلاحظوا هنايا كاين لو تريكولور، تلقاو هنايا بلوتو ماشي ميم با تريكولور، سي بلوس كو يا كات كولور هنايا تلقاو. هذا سي دو كلاسيك ولكن كيف قلت لكم قبيله ولا لي كولور دارجين على الموضه، تلقاو اون روج اون بلو بزاف ديال الالوان في هذا، ولا الباتشورك ولا لي بوتس هما تيكونوا لي بوتس اون باتشورك مختلفين. الو قبيله هضرت لكم على لي باسكيت اللي خارجين على الموضه، هادو سي ان ستيل كيما تشوفوا طالعين بيان سور. السيده تقدر تلبسهم افيك ان جين افيك ان ليغينز، وتقدر كاع لي بوغ لي زادوليسون تلبسهم ان شورت افيك ان شورت في ليتي بوركوا با. وكلهم تلقاهم بالبيض سامبل، ما فيهمش بزاف ديال الزواق، ما فيهم والو. وتلقاهم عاوتاني حتى اون دوغي اي ارجونتي، هادو هما لي سي ستيلي يعني كتكون زوينين ومريحين حتى هما. فوالا وكاينين دي باسكيت اللي غادي نشاهدو توتالور، كاينين حتى دي باسكيت اللي كيكونوا عاليين، يعني فاش كتشوفي السيده لابسه دي باسكيت كتبان لك غير هي بلات، اما هي في الداخل فيها واحد لو كومبونسي وتتزيد. كنتي تسميهم دي باسكيت ماشي دي بات؟ لا هادو سي دي باسكيت فريمون باسكيت، حيت فيهم لاسي فيهم. دونك غنكملوا كيف قلت لكم، هذا شحال من واحد غادي يشوفوا في لا فيترين ما غاديش يزعم عليه، كاينين اون نوار كاينين اون بلون كاينين حتى اون ارجونتي. الوغ كو هذا سي تري ستيلي، خاص السيده اللي غتلبسهم فريمون تكون فريمون ستيلي دون سا تيت. شحال من واحد غتقول لك وي دير بحال الصابون اللي تنعرفوا ديال الفرمليات، الوغ كو لا سي دي شوسيغ اللي هما مريحين. الراحه ديال الصابوات اللي تنعرفوهم مزيان مريحين جدا جدا جدا، وكما تنشوفوا سي دومي سيزون. علاش؟ حيت كتقدر لا شوسيغ ال بو ريسبيري، يعني كتنفس وفي نفس الوقت كتكون مرتاحه السيده، وتلبسها افيك ان جين، تلبسها مع بون ما غاديش تلبسها افيك ان لوك كلاسيك، مي روكارد بحال دابا ناديه لابسه اون فيست كلاسيك ال كاس افيك دي باسكيت بحال هكايا، بحال فريمون انا جو تروف كو سي ستيلي، مي ابخي كيبقى لو شوا ليكم نتوما. دونك نكملوا العرض. الوغ من الاحسن نعطي واحد النصيحه للسيدات، يعني فاش يبغيو يشريو الصبيبطات ديالهم من الاحسن ما ياخذهمش في الصباح، ما يمشيوش يشريو في الصباح، يشريو في لافان دابخي ميدي في العشيه. علاش؟ حيت في العشيه تنكونوا رجلينا تنفخوا، يعني رجلينا تيكونوا عيانين. دونك من الاحسن تشريهم في العشيه، باش كمسا السيده اذا كانت غتلبسهم كل نهار مثلا خصها فريمون تحس بديك لا شوسيغ، واش غتقاد تواتيها، واش غادي تستحملها او لا. دونك هذا لو ستيل هذا عاوتاني كما تنشوفوا سي عاوتاني لا سومال شي كما تنشوفوا عريضه، سي دي بوت اللي تاهما دومي سيزون باللون الاسود، كاينين عاوتاني بدوطخ كولور، انا جو بريفير لو نوار باش يبقى لو لارج شوا. وكما تنشوفوا سي انتر بوت اي ساندال، حيت تنشوفهم محلولين من جناب. سي دي ستيل اللي كاينين دابا دارجين هاد الوقت. الوغ غادي نشوفوا حتى هاد لو ستيل هذا، شتي دابا ولاو بزاف ديال لي سومال اللي ولاو غلاد. الوغ سي مريحين سيغت، مي عاوتاني خص يعني اللي تيشوفهم بحال هكا تيبانوا لهم شويه خشينين. اذا جبت لك هذوك لي بوت قبيل اللي كانت لابسه وحطيتهم لك غادي يبانوا لك خشان، ولكن في اللباس كيجيو مواتين. الوغ حتى هذا سي ان اوتر ستيل دو شوسيغ، تيبان بحال اللي محلول بان زيب، الوغ كو سي لو ستيل كي كوم سا. خصنا نعرفوا بان فكرتني في ميني ماوس.
اكزاكت. خصنا نعرفوا بان ما خصناش نلبسوا دائما نفس الصباط ولا نفس الطالون ولا نبقوا دائما بالطالون ونحيدوا، خصنا مره مره نبدلوا لا ديفيرونس يعني اليوم الطالون غدا نلبسوا البلا عاوتاني باش لي طوندون ديالنا ديال رجلينا ما يتقصحوش. هادشي علاش كن هادشي علاش اغلبيه ديال السيدات كيولفوا مثلا الحاضر والنهار اللي تيلبسوا لي طالون كيتقصحوا. هادشي هادي النصيحه اللي نعطيها للسيدات اللي دابا ما بغاتش تقصح النهار اللي تبغي تلبس طالون، خصها مره مره تلبس طالون واخا غير اون اور ولا دوز اور باغ جور. نكملوا دونك العرض هادو اللي هضرنا عليهم قبيله سي لي طالون ميغوار. الوغ كما تنشوفوا ناديه اذا قدرتي فوالا لي سوميل اللي ما كاين تنشوفوا فيهم بحال المرايا. دونك هذيك هادو ملي خرجوا الوغ سوا لا سوميل مرايا بحال سا سابيل دي طالون ميغوار، سوا بحال هكا سوا كنلقاو كله لو طالون يعني الصباط كله سامبل وكنلقاو لو طالون بوحدو اللي كيبري وفيه فيه فيه المرايا. انا ما قدرتش نلقى الصباب الجداد خديت ديالي حيت 41 ما كنلقاهاش. ومن عند دونك عاوتاني في نفس الوقت اذا كانوا عندك رجيلات رقي وقين ما تاخذيش لي طالون يكونوا غلاد يعني بحال هذوك اللي شفنا دابا. فوالا عاوتاني كنلقاو عاوتاني هنا دي كولور لورانج لو مارون حتى هي فيها ميغوار كيبري بحال الالومنيوم نقدر فوالا نشوفوا بحال هكايا. وكيف ما شاهدتوا كاينين كو دي طالون اللي شي شويه عرادي فريمون تكون السيده مرتاحه. الوغ افيك لي بوتين بحال شنا قبيله من الاحسن السيده ما تلبسش مع اون جوب ولا تلبس مع اون روب حيت لي بوتين تيهرسوا لا سيلويت. دونك من الاحسن تتبقى تلبسهم لي بوتين تلبسهم مع مع تلبس لي بوتين مع ان بونطالون. الوغ سا سي لو كوتي عاوتاني الشيك اللي هضرت لكم عليه يا هما لي طالون ايغو اي ان ميم طون سي دي كيف قلت لكم عاوتاني لي سميتهم مشات لي الكلمه لي صندال افيك دي لانيير سميتا هادي. دونك هادي سي ان اوتر ستيل تلقاوها حتى بهذا لو موديل هذا tu as en noir et tu as هذا عاوتاني en gris pour les soirées ولا شي حاجه فوالا. وغادي يبقى لينا اخر موديل اللي هو مهم بزاف واللي خارج بزاف على الموضه هما لي ديربي. ليلى لي ديربي باقيين على الموضه؟ يا سميره كيما غادي نشاهدوا الان انا جبت لكم واحد لي ديربي هما لي اتالون. الوغ لي ديربي شنو هما؟ كما تنشوفوا رجاليين خدينا هذا لو كوتي ماسكولان رجعناه فيمينا وهنايا تلقاو بلي افيك لي طالون باش كنرجعوا بلوس فيمينا. الوغ لي ديربي كنقدروا نلبسهم بالطالون او بلا لي طالون. اللي بغات السيده تبقى بالانوثه ديالها تاخذ الطالون، واذا بغات السيده تعطي ان اوتر لوك تلبسهم بلا لي طالون كاينين بالالوان واشكال. وكاين تلبسهم حتى مع لي شوسيت تيكون كاينين لي شوسيت كلبسهم مع دي شوسيت دو كولور وكاينين اللي تلبسهم مع دي كولور سامبل. شكرا سميرة غادي تورينا لي ديربي اللي لابسه حيت لابسه موديل لا حيت لابساهم بلا شوسيت. شكرا لك شكرا لليليا مولين على الحلقه ديال او الفقره ديال اليوم اللي درنا فيها جوله ديال على السبيبتات اللي كاينه في السوق. شكرا لك مره اخرى. نتلاقاو يوم الاربعاء مع فقره خاصه فقره اللباس التقليدي اللي غدور حول تظاهر عالميه ديال القفطان ياك اكزاكتومون ان شاء الله. شكرا لك ليلى حديوي. نمشيو لحظه عند ليليا مولين وفقره الجمال. اذا ليليا غير باش نوضحوا للمشاهدين والمشاهدات ديال صباحيه الدوزان اللي ما غنستعملوا الخرقوم او الكركمه خرقوم البلدي فوالا البلدي العصام فوالا هو مطحون طبعا. الوغ غادي دونك غادي نستعملوا الخرقوم غنستعملوا الطحين في الزيت. عندكم الاختيار، ممكن لكم تستعملوا الزيت ديال لافوكا على بالنسبه للتجاعيد لي غيد وهذا، وممكن لكم تستعملوا زيت ارغان اللي حنا عندنا موجود والحليب شويه ديال الحليب. اذا مذكرينا هذا القناع علاش شي صلاح طبعا جبتيه من الهند ياك وصفه هنديه. القناع معروف عند الهنود وكيديروا حتى العرايس قبل ما العرس ديالهم ذاك الاسبوع اللي قبل. الوغ هو قناع اللي كيصلح علاش؟ كيعطي ليكلا دونك كيعطي اللمعان للوجه في نفس الوقت كيحيد هو ضد لي بوين نوار معروف كبير ضد لا هو ضد لي بوين نوار. دونك عندك لي بوين نوار عندك لاكني دونك حتى الحبوب ديال الشباب وهذا معروف بهم. ليكسيون اي حاجه اللي عندنا في الوجه ديالنا الحميرار لي طاش وهذا معروف بهم. دونك هذا هو القناع اللي كيديروه كثير الهنود وكيديروه الهنديات اللي هما معروفين بالجمال ديالهم واللي خاصو يكون صديق ديال كل سيده وطبعا مره في الاسبوع كيدار والمواد كلهم كاينين في المطبخ ديال كل سيده دوك مره في الاسبوع كنديروه. كيفاش نديروه؟ طبعا تفضلي غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الطحين فورس عادي فوالا. غادي ناخذوا معلقه صغيره عامره
ديال الخرقوم غادي نخلطوهم مزيان. ديري ليا سميرة لا الزيت هو الاول معلقه كبيره اللي بغيتي اما ديال الارغان اما ديال لافوكا حيت مع معلقه كبيره معلقه كبيره حيت هذا القناع هذا معاه هو زوينه بعد هذا القناع هو ضد لاكني دونك حب الشباب وداك الشيء دونك كيصلاح بالنسبه اللي كنعرفوا حنايا لي زادوليسون اللي كيكونوا دونك مازالين صغار ما غيحتاجوش زيت لافوكا على لي غيد اها دونك ديرو زيت ارغان زيت ارغان وما راه صالح ليهم يمكن خاصني نزيد الوغ لا دابا اللي غادي ديري ليا هو الحليب الوغ الحليب غادي ديري معلقه دابور كبيره حيت عينكم ميزانكم باش تولي عجين ياك الوغ خصو العجينه خصها ما تكونش شتي بحال هكا اللي كنشوفوا يابسه دونك ما غاديش نخلوها حنا تكون يابسه نزيدو عاوتاني شي شويه هانتوما غادي تشوفوا حتى تطلق نشد لك باش الكاميرا تشد من جهه نزيدو مازال شويه حتى كتولي بحال اون بوغي بحال كريم ما هي سائله بزاف ما هي ها غادي تبان لك دغيا دغيا غادي تبان لك كتبدا تطلق دونك معلقه كبيره ديال الخرقوم معلقه صغيره عامره ديال لا معلقه كبيره ديال الطحين معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم ومعلقه شي شويه مازال ديال الحليب ونزيدو شويه الزيت معلقه كبيره ديال الزيت يا اما الارغان ولا د لافوكا ولا الحليب غادي تبقاو تزيدوه حتى تولي لكم اون كريم اللي هي ما هي سائله بزاف ما هي حرشه زعما ناشفه ياك الو خصكم تعرفوا بينا فاش ديروا هذا القناع ما تكونوش لابسين شي حوايج اللي يكونوا زوينين حيت الخرقوم كيطبع دونك لبسوا حوايج ديالكم يكونوا شي حاجه كحله ولا هذا الو غادي ندير انا غير لي غون باش غادي نحطوا القناع على سكينه الوغ انتم ممكن لكم تستعملوا يديكم ممكن لكم تستعملوا بانسو على حسب كل واحد الوغ انا اللي غادي نوريكم هما دائما بحال دابا الواحد ياكد على الانف علاش حيت النيف هو اللي كيكونوا فيه لي بوين نوار كثار دونك غادي نديرو بحال هكا كنديرو كوش كبيره ودائما كنخليو دائره العينين ما كنقيسوش الدوره ديال العين وكنديروه بواحد لاكوش تكون شويه غليظه ماسك سهل جدا سهل الوغ سميره خصنا نعرفوا بان هذا الماسك فاش كنديروه ما خصنا نرتاحوا ما نهضروا ما نضحكوا 15 دقيقه واضح باش نخليوه ينشف مزيان شحال مره نديرو في الاسبوع؟ مره في الاسبوع بركة. مره وحده بركه كافيه وكنحسوا بالفرق كبير ياك. هو الوغ خصكم تعرفوا بانه كيصلح لاي بشره راه بوغ تو تيب دو بو دونك تكون حساسه ولا ما كاين حتى مشكل حيت ما عنده هو براسو كيداوي البشره فكتديروا على الوجه ديالكم كامل ومن بعد كتخليو 15 دقيقه ومن بعد 15 دقيقه سميره بغيتك باش توري هذوك اللي كنا درنا انا وياك اييه اللي كنا صوبنا لي بيبي قلنا لهم اللي بغا ينيتوايو لي بيبي هي اللي صوبناهم بالفوطا فوالا حنا قلنا الماكياج كنا درناهم الفوطا الماكياج فهادو يمكن لهم يستعملوهم دي بتيت زيبونج اللي فاش ينشف لو ماسك الواحد كيغسل كيشلل الوجه فوالا كنشلو به غير بالماء وصافي احتفظت عليهم برافو عليك وحيت كنخشيهم وي كنستعملهم وكنخشيهم في لا ماشينا لافي وفيهم ريحه الورد برافو عليك ليليا تنشكرك على قناع اليوم اكيد غادي يوجدوه السيدات كلهم في البيوت ديالهم ما يخافوش من اللون حيت كاين سيدات اللي كيشوفوا لا هو كيعطيك لمعان دوك لابد ما غادي يدير لك بحال دوزتي بحال كنقولوا ويكاند في مراكش بحال انت برونزاج فوالا بوتي برونزاج ولكن ليجي انت الي واضح شكرا لك ليليا نتلاقاو يوم الاربعاء ان شاء الله اللحظه غادي نمشيو عند ليلى الشوي اللي مسقنا ضيف مميز نتعرفوا عليه فقط نجوم ونجوم اذا معك ليلى الشوي اليوم غادي نكتشفوا وغادي نتعرفوا عن قريب على واحد الفنان مغربي اخر نعم سميره كيف ما قلتي حاضر معنا اليوم فنان من مدينه الرباط ولاول مره في صباحيه دوزيم فنان الشاب تبارك الله من 2011 ولا قبل تقريبا هو كينتج الاعمال ديالو اليوم غادي نتعرفوا عليك عن قرب مرحبا بك خليل بن علي في صباحيه دوزيم شكرا مرحبا وشرف كبير لي نحضر معكم في برنامج الصباحيات
دوزام اللي عنده يعني شعبيه ومتابعه جماهيريه كبيره لا داخل المغرب ولا خارج ارض الوطن. مرحبا. مرحبا بك خليل بن علي. انت قبل ما تنطلق في عالم الغناء تعرفتي كحارس مرمى في المنتخب الاولمبي والمنتخب المغربي للكره الشاطئيه، ياك هادشي كاين ولا لا؟ نعم بالفعل. فشكون اللي بدا في الحياه في المسيره ديالك، واش الكره أو لا الغناء، باش بديتي؟ بالنسبة لي أنا يعني في الطفولة ديالي كنت بحال الأطفال، كنلعب كرة القدم في الشوارع مع أصدقاء الحي، وفي نفس السياق كان يعني بالنسبة للفن ديالي كان بدا حتى هو في نفس المشوار، بحكم أنني كنت في مناسبات عائلية والأعياد والأفراح كنا كنتجمعوا تنغني ليهم، وتنمات ديك الموهبة وبرزت أكثر مني بديت كنكبر وهذه والتحقت. بالنسبه لكرة القدم تحقت بعدة يعني فروق لعبت معاهم على مستوى الصغار خاصة فريق فتح الرباطي، تدرجت في جميع الفئات ديالو حتى التحقت في فريق الكبار، لعبت في عدة أندية والحمد لله تمت المنادات عليا في منتخب أولمبي ومنتخب الشاطئي اللي كنشكر السي مصطفى حتاوي على الثقة ديالو اللي منحها ليا، وشرف ليا كبير أنني حملت القميص الوطني. الحمد لله. أنت كذلك من ماشي من مدينة الرباط، ما تزاديتيش في الرباط ولكن تزاديت في مدينة المحمدية، ياك ولا لا؟ أنا مواليد مدينة المحمدية. المحمدية، إذا درست الموسيقى في مدينة المحمدية ولا؟ لا أنا نشأت وترعرعت في مدينة الرباط، ويعني كملت المشوار ديالي من بعد البكالوريا قريت دراسات في القانون الخاص، وأكيد يعني كانت مزاولة يعني الميدان الفني بدراسة الموسيقى بطبيعة الحال. تبارك الله عليك. وشاف عدة يعني دي كاستينغ تقدمت ليهم، والحمد لله يعني بديت في أول سينجل ديالي بلا بيك لقى واحد الصدى طيب، وخلاني اجتهد أكثر يعني خدمت على الألبوم الأول بزاف نبغيك، وخدمت حتى على الألبوم الجديد اللي بصوت مسموع اللي صدرته مؤخرا. ألوغ بلا بيك سجلتيه فيديو كليب ياك؟ نعم. يعني كاين يشوفوه المشاهدين على اليوتيوب. كان داج يعني داز تصور ديجا، وحتى يعني الفيديو كليب ديال خليني عليك راه كيدوز يعني في عدة قنوات فضائية خاصة قناة بزاف تيفي وكذلك يعني قناة دوزام. أنت الأحلام ديالك يعني خلاتك أنك الطموح ديالك خلاك أنك تنتج هذه الأعمال ديالك؟ نعم. بوحدك ولا عن شركة إنتاج هي اللي عاوناتك ومولات لك هذه الأغاني هذو؟ الحق يعني الفيديو كليب لأن تطلع مجموعة ديال لي زالبوم. درت جوج كليبات وجوج جوج ديال الألبومات. بالنسبة يعني بالنسبة للإنتاج كان بعض يعني الخواص اللي كيدعموني وكذلك يعني حتى الدعم الأسري الوالد ديالي كذلك يعني مجموعة من يعني مجموعة جهات اللي كتدعمك أكيد طبعا باش تشتغل أكثر وتجتهد. الحمد لله توفقت يعني لحد الساعة غادي في المسار الصحيح. الوغ مؤخرا عملتي حفل تكريم للألبوم ديالك الجديد اللي غيشاهدوه المشاهدين، وكان هناك حضور مكثف لمجموعة من يعني الصحافة الإلكترونية المكتوبة، مجموعة من الفنانين. سيسي عرض علينا عرض علينا سميرة، ولكن كان يعني جات مع لوجور ديال التورناج ديالنا عرض علينا، غير ما جاتش فرصة مع التورناج ديالنا لأن كنا كنصوروا، فاعتذرت بالنيابة على جميع الفريق ديال الصباحية دوزام. إذا هذا الحفل هذا يعني حصلتي فيه على جائزة الصوت الذهبي ياك ولا لا؟ نعم حصلت على جائزة الصوت الذهبي، يعني ديجا كنت حصلت على الحمد لله في 2012، وحصلت على في هذا الموسم 2015 بإصدار ألبوم ديالي الجديد، وهذا الألبوم الجديد. نعم. كذلك مجلة مغاربة بلا حدود هي عطاتني يعني تروفي تحفيزي، والحمد لله يعني لقيت واحد يعني إقبال إعلامي، والحمد لله بديت كننجح حتى في توسيع القاعدة الجماهيرية بالتواصل ديالي مع الجمهور كذلك مع يعني لي فغي فان ديالي، الحمد لله يعني بديت كنشق المسار ديالي بثبات ونجاح ان شاء الله. ونبت بصوت مسموع، اذا غادي نخلي المشاهدين يسمعوا منه شويه ياك الا سمحتي خليل نسمعوا منه. Yeah.
انا نشرح لك. تبارك الله عليك سي خليل بن علي، حاضر معنا اليوم صباحيه الدزام وحاضر معنا بالجديد ديالك. لي فيديو كليب ديالك كاينين على اليوتيوب، يمكن الناس يمشيو يشاهدوهم، يديروا فقط خليل بن علي ياك ويشاهدوا. انا شفتهم البارح جميلين بزاف. بغيت نسولك على الايقاع ديال هذه الاغنيه هذه. سولتنا ليليا بان الايقاع مختلف واحد شويه، ليش كاين؟ انا بالنسبه لي يعني كندوي على شخص، يعني كنحاول نفرد بواحد ستيل ديالي خاص ومشي كذلك شويه مع الموجه. دونك انا حاولت في الالبوم هذا نعطي واحد باقه من الاغاني تكون متنوعه وتكون يعني في الوان مختلفه وطابع حس رومانسي، اونيطون نحاول نشتغل على يعني اشياء ديالوك في الاغاني يكونوا زوينين، يعني دي تيم زوينين. شحال خداك الوقت هذا الالبوم هذا؟ تقريبا كانوا عندي دي سينجل قبل فنوشه وكنت صادر كذلك. شنو نيت فنوشه؟ خليك فنوشه هذه كلمه تنهديها لجميع النساء المغرب، يعني تقدر يقولها لمرتو اختو بنتو، يعني فنكوشه مزيانه وريضه شي حاجه حليده. كلمه مستوحاه من يعني مصدر ديالها من كلمه فن، وفن كتعطينا فنه فنيونه فنوشه فنكوشه. غادي تغني لنا مقطع فيها في الاخر هي اللي غنبغيو نختموا به ان شاء الله. شنو المشاريع ديالك الجايه خليل؟ المشاريع الجايه في اطار سياسه القرب اللي كنهجها، يعني في التواصل ديالي مع الجمهور داير حفلات ترويج الالبوم يعني في عده مدن، مراكش طنجه الدار البيضاء الرباط وعده مدن اخرى. وكذلك عندي مشاركه في مهرجانات واكد فيديو كليبات جديده، وانا بصدد تصوير اغنيه بصوت مسموع. وان شاء الله غادي نوعد الجمهور اني غنقدم يعني الجديد ونبقى عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله. بغيت نسولك اخر سؤال، واش تخليتي على الكره؟ يعني صافي يعني دابا يعني ما كيتخلاوش. واش دابا صافي يعني ركزتي اكثر على الغناء وعلى الموسيقى وعلى الفن ديالك، عطيتيه دابا وقت اكثر؟ قررت نعتزل اللي كانت عندي ظروف شخصيه وصحيه، رغم انني يعني كانت محاولات انني نكمل. يعني حتى بعض الرفاق ديالي في منتخب الشاطئ وحتى السي مصطفى حداوي يعني جزيل الشكر يعني قدم لي واحد الدعم، ولكن للاسف يعني ما يعني الظروف حتى الشخصيه كما صدرت سابقا حتى يعني صحيه وشخصيه منعتني انني نكمل، واضطريت وقررت يعني قرار حاسم انني نمشي في الميدان الفني موازاه مع الميدان المهني ديالي. تبارك الله عليك سي خليل، نورتينا اليوم بالحضور ديالكم. يعني اليوم اكتشفنا نجم من نجوم المغاربه. شكرا. الشباب اللي كيوصلوا الصوت ديالهم والاداء ديالهم واللي تيجمعها ليلى ما بين الدراسه الدراسي الفني والرياضي. تبارك الله، مثل زوين تتعطي للجيل والاطفال باش يقتديو به. تنشكرك بزاف على سبيل التعليم. ونسمع فنوشه ياك. الله يودي. وتنشكرك ليلى لان بلاصتك خليتيها كبير. يخليك ليلى. خليتي بلاصتك كبيره. ما كنتش تفوتني المناسبه. اييه. وما نهديش هاد الفنوشات اللي حاضرين. لا 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 غير الوقت اللي نقول فيه ليلى شكرا مره اخرى على التنقيب ديالها على المواهب الجميله اللي تشرف بلاد ديالنا. وتنشكر كل المشاهدين على الوفاء ديالهم ببرنامج صباحيه الدوزم. طبعا تنتسناو التواصل ديالكم كالعاده على رقمنا الهاتفي 0522-66-73-77 عبر صفحتنا الفيسبوك صباحيه دوزام بوان اوفيسيال. غدا غتكون معنا الكوتش منى الصباحي وغادي نتكلموا على امتحانات البكالوريا، راهم قربوا خصنا نبداو نوجدوا ليهم معكم. غيزان كوار غادي تقدم لنا اخر صيحه الموضه في عالم المكياج ديال 2015. الكل المزيد صباحيه دوزام، نهاركم مبروك. وعلى ايقاعات الضيف ديالنا ولا انغام وصوت الضيف ديالنا سي خليل بن علي، نودعكم على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله. تفضل سي خليل. فنوشة زوينة وبشوشة حروفها منقوشة بالذهب مرشوشة أرضها بالورد والزهر مفروشة زينة دوخني ناري حمقني بلا نعاس خلاني بلا نعاس خلاني زين هدوخني تيرا ناري حمقني بلا نعاس خلاني وسالت معايا الفنوشة. الله يهديك. شكرا. الامهات اللي عندهم بني وثلاث فنوشات.